الله الرحمن الرحيم. السلام والرحمة عليكم حضورنا الكريم. ويشرفني بادئ ذي بدء أن أقف بينكم ممثلة بعوائل الشهداء الكرام وعوائل المعتقلين وفي محضر عائلة شهيدنا العظيم عبد الله العجوز. نقف اليوم وقفة وإن تأخرت قليلا تبعا للظروف، ولكن شهيدنا كان فينا الحاضر الذي ما غاب. فسلام على تعب ضم خيرة الشباب. قف يا شعبي بالطابور، فالقتل هنا أصبح بالدو. بالأمس ثلاثا وثلاثا، واليوم قمرا تتلوه بدور. ليس غريب على وطن الموت، ولا غريب تفجير قلوب الشباب، وليس غريب أن يقبع أكثر من 5000 معتقل بأقسى وأحلك الظروف، فقط لأنهم صاحوا لا. شهيدنا العظيم عبد الله العجوز بطل خرج ثائرا ليقع أسيرا فما استكان. فالمسكنة والذلة ليست لنا، فنحن أبناء من صاح يوما هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. فكانت الحرية عينيه، فالحر لا تكسره القضبان. فخرج كما خرج رضا ومن معه ولم يعودوا. فالأسر ليس هو، ليس هواهم، والقضبان ليست مسكنهم، وإن استبدلوها بتراب اللحود. خرج عبد الله وخذله المجتمع الكوفي الجبان المتخاذل، فحلق إلى مكان أفضل، ولم يجد غير كلمة الأب الرحيم: سامحني يا ولي. نعم، وسامحنا يا شهيد، عجزنا عن نصرتك، فنحن أقرب لأهل الكوفة حين عجزت عن نصرة مسلم. ولا أدري إن كان مسلما قد غفر لأهل الكوفة يوما، ولكني أعلم أنه قبل قتلك يا عبد الله قتلك مجتمعك ألف ألف مرة. رحل عبد الله ورحل رضا، ورحل عباس، ورحل السنجيس، ورحل ورحل ورحل. وبعد 6 سنوات ما وجدنا الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة، فلا تملك أكثر من قتلي. نعم، جزاك الله خير. سألتني صغيرتي يوما: أمّا، إلى أين يذهب الشهداء؟ فأجبتها: إنهم يمضون إلى مكان أجمل. أمّا، هل الشهداء يموتون؟ لا يا صغيرتي، بل نحن من نموت، نحن من نموت. والسلام عليكم.